اهلا اصدقاء، النهارده احنا هنا في جامع الحاكم بامر الله. احب اوريكم حاجه اغلب الناس ما يعرفوهاش، ان التاريخ الحقيقي للجامع مدون على حائط على صخره هنا في الجامع، بس مع مرور الوقت النقش شبه مختفي او مش باين. احب اوريكم النقش هنا او التاريخ مدون فين في جامع الحاكم بامر الله. تعالوا اوريكم. بتبقى موجوده جنب باب قريب من مكان الوضوء، قريب من مكان الوضوء كده، لما عند المدخل على ايدك اليمين بتخش على طول من ناحية ايدك اليمين، او ما بتخش من باب الجامع بتلاقي مكان الوضوء هنا. بعد كده تلاقي باب صغير جنب مكان الوضوء. لما بتخش على طول من الجامع الحاكم بأمر الله بتتجه ناحية اليمين على ناحية مكان الوضوء، بتبقى ماشي لحد ما تلاقي باب صغير، لحد ما تلاقي باب صغير زي ده بالظبط على شمال الباب هنا، بتلاقي التاريخ الحقيقي الهجري للجامع. زي ما تشوفين التاريخ لسه مدون بالنقش غير حد. دي حاجة من حاجات أسرار الجامع اللي أغلب الناس ما يعرفوهاش. تعال نشوف إيه تاني موجود في الجامع هنا أسرار، بحيث اللي يقدر يجي هنا في الجامع يقدر يستمتع بالحاجات دي، أو يبقى فاهم المعلومة ديت ويقدر يقول للناس اللي معاه الخبايا أو الأسرار اللي هنا في الجامع. تعالوا نشوف. ده المحراب القديم أو القبلة القديمة بتاعت الجامع، كان بيستخدموها عشان يصلوا بيها كإمام هنا. تعالوا نشوف المحراب الجديد أو القبلة الجديدة بتاعت الجامع الناحية التانية. ده اللي هنا زي ما انتم شايفين المحراب الجديد او القبلة بتاعت الجامع، زي ما انتم شايفين هنا هي ورايا. دي دلوقتي اللي بتستخدم حاليا. اللي هناك زي ما انتم شفتوا كده، دي خلاص محدش بيستخدمها، بيه كلهم بيصلوا في الجديدة. تعالوا نشوفها كده، نقرب ونبص عليها. حاجة تانية محدش يعرفها، الصورة الكبيرة الزجاجية اللي موجودة على يمين الجامع. والقسم اللي هناك بيكون خاص بجماعة البهرة اللي هم الشيعة من الهند، بيكون قسم خاص ليهم عشان يصلوا فيه. زي ما انتم شايفين هنا حجمها كبير جدا، شايفين القبة اللي هناك ديت اللي هي بتاعت مكان الوضوء دوت، شايفينه القبة اللي هناك صممت بهذا الشكل عشان تبقى محاكاة للطراز الفاطمي. القبة هنا اصلا دي المبنية دي اصلا اصلها بير، الناس كانت بتاخد المية منها من زمان. تعال نبص عليها كده قريب. الحاجة التانية عن الجامع اللي انتوا تعرفوهاش، ان الجامع اتجدد، الحاكم بأمر الله اتجدد ايام السادات، ايام السادات بطائفة او جماعة البهرة الهنود، هم نفسهم القائمين بتجديد الاضرحة والقوامع زي السيدة نفيسة. الحاجة التانية أغلب الناس ما يعرفوهاش في جامع الحاكم بأمر الله، إن الجامع هنا فيه نوافير مية، منظرها بجد جميل جدا. تعال نتقرب عليها ونشوفها كده، يلا. وادي كل حلقنا عن جامع الحاكم بأمر الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك. يلا سلام.